منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟ عنوان مناظرة شبابية أقيمت اليوم لمبادرة فتبينوا من قبل الشرطة المجتمعية لإقليم العاصمة، والتي تأتي للتناظر حول تناقل الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. الصوت يسوع وبسرعة واضحة إلى أنه من السهل اختلاق الإشاعات وبثها بكل يسر وسهولة، حيث تنقل المعلومة خلال دقائق دون وجود تحري من دقتها أو صحتها، وهذا ما أثر على أفراد المجتمع سلبا، مما يتطلب زيادة الوعي تجاه ما ينشر والتأكد من صحة الخبر قبل نقله. ويأتي الهدف الأسمى الذي من أجله تقام عليه المناظرات، هو إثراء الثروة الفكرية واللغوية باستخدام اللغة العربية الفصحى من خلال التناظر وتنمية مهارات الطلاب وإظهار الصواب والخطأ. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.